هل المراقبين بكرة موجودين معانا، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ تم توجيه الدعوة لهم بالفعل، وهم متواجدين بكرة إن شاء الله. يعني لكن هم كمراقبين إلا إذا كان هناك رؤية لدى يعني الأطراف المعنية بتوسيع اختصاصاتهم أو غيره، وده لم يتضح حتى هذه اللحظة. وزير الخارجية تردد أنباء أنه قد يكون منشغلا ب يعني ارتباط سابق، هل لديكم معلومات إن كان سيشارك؟ اللي انا اكد عليه هو مشاركه السيد وزير الهيئه المصري الدكتور محمد عبد العاطي، وان كان هناك اي طوارئ فده طبعا لان الدعوه كمان سريعه، ويمكن النهارده الدعوه جت، فبالتالي قد يكون هناك يعني ارتباطات لدى احد الاطراف، ولكن اعتقد باقي الاطراف قادرين انهم يمارسوا الجلسات بشكل جيد. هل